بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقارير اللي بتفيد ان نادي الزمالك تعاقد مع لاعبين من الاسماعيلي والاتحاد وسموحة ومن دور الدرجة الثانية سببت لغط كبير جدا بين جماهير نادي الزمالك. التقارير ذكرت ان الزمالك اتفق مع الشاب عبد الرحمن جودة مدافع نادي النصر اللي بيلعب في دور الدرجة الثانية، ومحمود عبد العاطي دونجا لاعب الاسماعيلي، ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري. لحد دلوقتي نادي الزمالك رسميا اعلن عن ضم 3 صفقات علشان يدعم بها صفوفه للموسم الجديد، وهم زكريا الوردي وابراهيم نضاي واحمد ايمن منصور، بجانب 4 صفقات ما اردش النادي ان هو يعلن عنها لانهم مرتبطين بمبارياتهم مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز. وفي وقت سابق اعلن عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر عودته لنادي الزمالك بعد ان قام بتغيير الملف التعريفي الخاص به حسابه الرسمي على انستجرام الى لاعب بنادي الزمالك. نادي الزمالك لم يعلق حتى الان على ذلك، وافادت بعض المواقع ان عدد من جماهير الزمالك دشنوا هاشتاج صفقات سوبر لزمالك افريقيا اعلنوا خلاله عن اعتراضهم على الاسماء السابقه ذكرها، مطالبين مجلس اداره نادي الزمالك بالتعاقد مع اسماء كبيره قادره على قياده الزمالك في البطوله القاريه بطوله افريقيا وتحقيق حلم بطوله دوري ابطال افريقيا الغاليه الغائبه عن خزائن النادي منذ حوالي 20 عاما. واكدت جماهير الزمالك المخلصه من خلال الهاشتاج ان تكرار تجربه اللجوء للشباب والصفقات كلاس بي لن تضمن النجاح، وان ما حدث مجرد طفره قام بها البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي، ومن الوارد انها ما تتكررش في الموسم القادم. وذكرت الجماهير المعترضه رئيس نادي الزمالك عندما قال قبل ذلك ان احلام جماهير الزمالك اوامر، وان امير عقد صفقات صوب على اعلى مستوى مطالبين رئيس النادي الابيض بتنفيذ وعده. انتقد مرتضى منصور ما يقوم به بعض جماهير الزمالك بسؤالهم عن الصفقات الجديده، مؤكد ان الملف في ده ليس من شأن الجماهير ولكنه مسؤولية أمير مرتضى منصور والمدير الفني للفريق فريق. وفي مداخلة هاتفية بقناة الزمالك رد مرتضى منصور على أحد المشجعين اللي بعت له بيسأله أين الصفقات، قال له أنت مالكش دعوة، أنت ما تدخلش غرفة العمليات مع الطبيب، أنت فقط تنتظر نجاح العملية. قال أقول لجماهير الزمالك الصفقات اللي بتحلموا بيها هنتعاقد معها في جميع المراكز وأكثر من ذلك، بس ما تفرضوش رأيكم عليا لأنني لا أستطيع فرض رأيي على فيريرا. فيريرا يريد في المكان لاعب واحد رئيسي ولاعب اخر احتياطي، وانا بقول لجماهير الزمالك اتركوا امير وفيريرا يختاروا الصفقات، فالمدرب هو من سيتحمل المسؤولية. وقال انه بيرغب في التعاقد مع زكريا الوردي لانه يجمع في طريقة لعبه بين طارق حامد وفرجاني ساسي. واصل رئيس نادي الزمالك كلامه وقال فيريرا عمل من الفسيخ شربات، وده مش تقليل من لاعب الزمالك، الموسم الماضي كان عندنا لاعبين على عكس هذا الموسم. واقول للجمهور المحترم ليس لك علاقة بالصفقات. إدارة الأهلي بتسعى إن هي تبرم مجموعة من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق، وذلك من خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد. خطوات قوية من الأهلي للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، والنادي الأحمر قطع شوط كبير مع الترجي التونسي من أجل حسم انتقال اللاعب. جويل تاجو لاعب بارتيميو البرتغالي مرشح بقوة للانتقال للأهلي، وهو لاعب قيمته التسويقية 1 مليون يورو، لكن الاهلي هيدفع اكتر من المبلغ ده هو للحصول على خدمات. اللاعب سجل 9 اهداف من اصل 25 مباراة خاضها الفريق في الموسم الماضي، وبالموسم الجاري سجل هدف وحيد. النادي الاهلي تحرك بقوة في اكثر من اتجاه للتعاقد مع مدير فني صاحب اسم كبير، وترددت في الفترة الاخيرة اسماء زي كيروش وبوميل وخليل وزيتش وفايلر. الاهلي هيحسم الملف ده هو قريبا جدا. سواريش ترجى الخطيب علشان يستمر في الاهلي الموسم القادم، ولكن الخطيب اعتذر له وابلغه بالرحيل بالموسم الجاري لان هناك غضبا جماهيريا كبيرا بسبب تراجع اداء الفريق في الفترة الاخيرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.